السلام عليكم. عليكم السلام عليكم شيخنا، ازي حضرتك؟ الحمد لله، اتفضل. الله يعزك. بقول لحضرتك، عايز بس حكم العمل التمريض بصفة إجبارية في العمليات بتاعة التجميل، بمعنى هم موجودين في المستشفى ما إذا كانت بصفة وزن. إجبارية ليس على المجبر إثم، ما دام لا يعمل حراما. يعني هل أنت تعمل شيء محرم أو وصولا إلى ما عليه عموم الخلق؟ لا، انا بتكلم على عمليات التجميل اللي هي فيها حكم، اللي هي عمليه الشد بقى الموجوده او التكثير او التصغير ايا كان. انا لا بتكلم على عمل التمريض نفسه، لا، ما عمل الطبيب. أنا بس سأسألك سؤالا الآن. ايوه، إذا كانت العملية التي تقوم بها محرمة لا يجوز لك العمل فيها، إلا إذا أجبرت فالمجبر لا إثم عليه. بس فهمت حضرتك. أم طيب، بس الفلوس اللي موجوده عند العمليه بقى دي، ما هو فلوس خلاص، التمريض خذها استمتع بها. ياخذها عادي ولا لا لا خذها وحب تصدق، يتصدق بيها؟ لا خذها عادي وتصدق بجزء، ما في مشكلة. بس ما عرفوش ان هو انكار في هذا الامر، يعني لا ينكر. إذا نظام دولة ماشي، نظام دولة ماشي. مستشفى خاصة ولا عامة؟ مستشفى عامة أو خاصة؟ لا، المستشفى خاص مش عامل. مستشفى خاصة. اختار المستشفى التي ليس فيها شبهات. السلام الوقت عليكم. الحاضر فيه صلح، والله أنا عندي يعني قلت يمشي فيها لحد ما يبقى ليس عندنا شغل. عندي فوق الذي ذكرته شيء أدخره عنك. السلام عليكم.